الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. بداية شكري للمنصة الكريمة برئاسة سيادة النائب علي عابد والزملاء الأفاضل، وأشكر حضراتكم جميعا على استباقكم على هذا اليوم الطويل. إن شاء الله يعني نأخذ بعده استراحة وافية، فنشكركم أولا على تلبية الدعوة، ونشكركم ثانيا على تحملكم لهذا الوقت الذي نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. الحقيقة ما دفعني إلى الحديث هو كلام الزميلين الفاضلين، فضيلة الشيخ عبد الله من جنوب السودان وفضيلة الشيخ الهادي موسى من تنزانيا. الحقيقة يمكن الحوار له أشكال، الحوار ليس بالكلام فحسب، وإنما بالتواصل وبالعمل المشترك. وربما تشهد هذه المنصة على تواصل نحاول أن نقيمه مع كل أشقائنا في مختلف دول العالم، بداية من صاحب الفضيلة مفتي كازاخستان، وهو تحدث عن جانب من العلاقة، وهناك جانب آخر وهو الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان، وهي تضم 3 كليات، كلية للغة العربية وأخرى للشريعة وثالثة لأصول الدين، وتمنح حتى درجة الدكتوراه. ثم تم إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بالتنسيق مع أشقائنا في دولة كازاخستان، ولدينا نحو 15 أستاذا جامعيا يعملون إلى جانب أشقائهم في دولة كازاخستان. أيضا في تنزانيا إن شاء الله نحن نرتب إن شاء الله مع فضيلة الشيخ لزيارة إن شاء الله إن كان في العمر بقية لتنزانيا. أيضا نحن هذا العام عملنا على تطوير المركز الثقافي المصري بتنزانيا، وهذا المركز يجمع ما بين الجانب الدعوي إلى التعليم قبل الجامعي من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، وبه عدد وبه 12 إماما من أئمة الأوقاف، إضافة إلى نخبة من الزملاء التنزانيين من خريج الأزهر الشريف، ونعمل بالتنسيق مع الأزهر الشريف على تطوير المركز وتطوير المسجد الذي نفتتحه مع زملائنا في تنزانيا إن شاء الله بإذن الله قريبا. وأما دعوة الشيخ عبد الله في جنوب السودان، الحقيقة احنا انتظرناها كثيرا، وكل شيء يأتي بأوان وقدر، ويقولون لأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أصلا. وبمناسبة دعوتك الكريمة، يعني احنا تلاقينا قلبيا قبل أن نتلاقى جسديا في هذا اللقاء مع أمس مع معالي الشيخ نصر الدين، قلنا مع حضرتك ومع الشيخ الهادي ومجموعة وزملائنا خاصة في الدول المجاورة للمحيط السوداني، ربما نجلس قليلا لنرتب هذا، وده يساعدنا. ويمكن احنا بدأنا بتنسيق مع معالي الشيخ بعدد من الأنشطة مع نصفكم الآخر ونصفنا الآخر. دائما نقول مصر والسودان ليست دولتين منفصلتين، سواء كانت في الشمال أم في الجنوب، فهما شعب واحد، نصفه يعيش في شمال الوادي ونصفه الآخر يعيش في جنوب الوادي. لا طبعا التعاون مفتوح مع كل الزملاء، وأنا أشير فقط لمساحة الوقت. دكتور عبد الله فين؟ دكتور عبد الله حسن، دكتور عبد الله ليه؟ هات عبد الله ومحمود. الحقيقة احنا خصصنا احد مساعدي الوزير للتنسيق يكون معاكم الان. بدأنا مع اشقائنا في السودان سريعا مع معالي الوزير بعمل دورات تدريبية مشتركة، وكانت ناجحة، وربما يحدثكم معالي غدا عنها في اكاديمية الاوقاف التي سنزورها غدا باذن الله معا. احنا اجتهدنا ان نقيم صحا تدريبيا يعني متميزا، سواء في مجال العلوم العصريه والحاسب الالي، فهناك معمل متقدم للتدريب على
ادوات السوشيال ميديا والتسوق الرقمي، وهو معتمد من شركة ICDL العالمية ويعطي شهادة دولية. خرجنا منه نحو 400 امام خلال الفترة الماضية، وتشرف عليه وزارة الاتصالات المصرية بمدربين متخصصين. فيه مركز متخصص في اللغات الأجنبية، قاعة المؤتمرات تعمل بالترجمة الفورية وبه معامل لغات، وحصل نحو 50 إماما على درجة الدكتوراه في اللغة في الدراسات الإسلامية باللغات المختلفة. وربما من يستقبلون ضيوفنا الآن من المترجمين هم من أئمة الوزراء، ممن تمكنوا من اللغة من اللغات الأخرى والعمل بها خطابة وكتابة. فبدأنا بأول دورة مشتركة بين الأئمة المصريين والسودانيين، أعقبتها قافلة مشتركة للأئمة والوعظات المصريين ونظرائهم في السودان. وربما يحدثكم معالي الوزير أكثر مني، لأن أنا أشكره أيضا أنه يعني احتضن بنفسي وأشرف عليها وأرافقها في الولايات السودانية، وتابعنا الأثر. وربما يعني إن أتيح نعرض لكم جانبا من القافلة وموجود بالمجلة. الدكتور عبد الله حسن، أولا أنا يسعدني في الوقت المتاح أن ألتقي بحضراتكم في الوقت، لكن الدكتور عبد الله مساعد الوزير هو مسؤول عن التواصل فيما يتصل ببرامج التدريب الخارجي وبرامج الإصدارات. أنا بإيجاز، أنا فعلا كما أشرت في كلمتي صباحا، أنا لدي قناعة دينية وشرعية أننا في حاجة إلى إعادة قراءة النصوص، قراءة تتسق مع واقعنا المعاصر. على سبيل المثال، هذا واحد اصدار صغير جدا جدا، فهم مقاصد السنة النبوية، فهم مقاصد السنة النبوية. احنا غالبا زي ما قلت في الصباح، الناس كانت تتحدث عن الجوار الفردي وعايزين الجوار الدولي، تتحدث عن عهد الامان الشخصي واحنا عايزين عهد الامان الدولي. احنا الحقيقة معظمنا من نشأ في الحقل الديني كان يحمل آيات فضل العلم والعلماء على العلم الشرعي البحت، وربما على علوم محددة كالتفسير أو الحديث أو القرآن. فإذا قلت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، الشيخ وهو على المنبر ناقص كده يقول للناس أنا، يرفع الله الذين آمنوا إحنا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما إحنا، مع إني كل الآيات التي جاءت في فضل العلم والعلماء جاءت في مطلق العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، لم يقل والذين أوتوا الفقه أو التفسير أو الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جاءت كلمة نكرة لتعم كل أنواع العلم. بعض كثير من الناس يقول لك فاسألوا أهل الذكر، ويحملها على الفقهاء خاصة. اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل التخصص، اسألوا أهل الطب في الطب، وأهل الهندسة في الهندسة، وأهل الصيدلة في الصيدلة، وأهل الفيزياء في الفيزياء، أيهما أعلى ثوابا وأيهما أفضل، تعلم الفقه أو تعلم الطب؟ ما تحتاج إليه الأمة أكثر فثواب تعلمه أكثر. إن كانت الأمة في حاجة إلى فقهاء فتعلم الفقه أعلى ثوابا، وإن صار الفقه سجية أو واضحا والناس في حاجة إلى الطب فثواب الطب. فالناس كما أنهم في حاجة إلى الفقه فهم في حاجة إلى الطب. وفي جراحة كورونا خرجنا على السريع كتاب فقه النوازل، وقلنا الدعاء ليس بديلا للدواء، الدعاء ليس بديلا للدواء، والدواء وحده لا يعمل إلا بأمال الله له. فنحن في حاجة إلى الدواء وإلى الدعاء، فليس من العقل أن تكتفي بالدعاء عن الدواء فأنت معطل لأسباب الله في الكون، وليس من العقل ولا من الدين أن تظن أن الدواء سيؤدي إلى الشفاء بذاته، لأن الدواء لا يعمل إلا بأعمال الله له وبإجراء المسببات على أسبابها. فقلنا نحن في حاجة إلى الدعاء والدواء، في حاجة إلى الفقه والطب، في حاجة إلى العلم. هذا الكتاب على وجازاته يناقش عدد كبير جدا من مثلا، وحاولنا نبسط القضية للناس في قضية السواك. هل العبرة بعين آلة السواك
او العبرة بنظافة الفم وتتحقق بما تتحقق به. بعض الشباب يحمل السواك الخشبي ويضعه لا يضعه في وعاء نظيف ولا ينظفه، وربما يحمل من الميكروبات ما يجعله ضرا اكثر من نفعه، ويظن انه علامة تدين، ومن وضع سواكين كان اكثر تدينا ممن وضع سواكا واحدا، وربما اذا وضع سواكين وقلمين كان هو الشيخ المبجل والمفتي. ويظن حتى في مرة احد الناس قال انا دخلت المسجد مسجد ما لقيت كل الناس فظننت ان انا مسلم السواك. فالسواك سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بما يحقق نظافة الفم. ولذلك يقال ان امرأة دخلت على جماعة فقالت من عليمكم من شيخكم؟ قالوا فلان. قالت كيف تأكل؟ اخذ فقط بالشكل وهو مطلوب ايضا. قال اسمي الله واكل بيميني واكل مما يليني. ثم زاد بعض الاداب العامة، واصغر اللقمة واحسن المضغة. قالت ما هكذا يكون الاكل؟ فالرجل استغرب، وهل بقي من اداب الطعام شيء لم اذكره؟ قالت يا اخي اخذت بالشكل وغفلت عن المضمون، كل حلالا وكل كيف شئت. فلو كان الاكل حلالا واهتم الانسان بحل الطعام ونسي بعض الاداب فلا اسم عليه. اما ان قرأ القرآن كله 7 مرات على طعام من سحت فلن ينفعه قراءته للقرآن ولا تلاوته للأذكار. هذا يؤكد على أهمية فقه المقاصد وفهم مقاصد السنة النبوية. كتاب آخر حقيقة يؤكد أن اهتمام الحضارة المصرية بالمرأة ليس، يعني هذا كتاب يعني أخرجناه نساء على عرش مصر. هذا الكتاب يرسخ لدور المرأة في الحضارة المصرية ليس بعد أن نادت الحضارة الغربية بحقوق المرأة. يعني هنا منذ أكثر من 7000 عام والمرأة تأخذ دورا عظيما ثابتا تاريخيا في الحضارة المصرية. الناس مثلا كان يسمعوا عن كليوباترا وهي واحدة، هذا الكتاب في كليوباترا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهناك عشرات النساء اللائي تربعن على عرش مصر لحقب طويلة، بعضها قرابة 20 عاما لبعض ملكات مصر، سواء من حكمت كراسية على ابنها او من حكمت بمفردها او كانت الى جانب زوجها في الحكم. ايضا هذه السلسلة يعني هي فيها فقه الدولة وفقه الجماعة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، ليس هذا المؤتمر في حزب، حماية دور العبادة وليس حماية المساجد فقط، حماية دور العبادة، الكليات الست التي تؤكد على أن الوطن من الكليات التي يجب أن نحميها بأنفسنا. وفي الوقت الذي نواجه فيه التشدد ندرك أننا لا نستطيع أن نواجه التشدد وأن نقتلعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والتحلل القيمية والأخلاقي بنفس المقدار. فكان في كتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وفي تقوية الحس الإيماني كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الكمال والجمال في القرآن الكريم، كتاب هويتنا الواقية في زمن العولمة ويقينا الدين في مقدمة هذه الهوية. وتحدثنا مثلا في كتاب الهوية عن الهوية الإسلامية، الهوية العربية، الهوية الأفريقية، الهوية المتوسطية. يعني مثلا مصر بحكم موقعها هي تنتمي إلى الأمة الإسلامية، تنتمي إلى الأمة العربية، تنتمي إلى قارة إفريقيا، تنتمي إلى البحر، حوض البحر المتوسط. هذه الهويات لا تتناقض. لما نتكلم عن حوار الأديان والثقافات هي تتكامل، وكلما تعددت الهويات وسعت الأفق وسعت المدارك وسعت العلاقات، هذه لا تتناقض أبدا، بل علينا أن نجعلها محور تكامل لا محور تناقض. لا أطيل، عنينا بالتراث. هناك موسوعة الفقه الإسلامي وصلنا فيها للجزء 47، وموسوعة السنة النبوية وصلنا فيها إلى تقريبا 27.
ولكن من اهم الكتب ايضا ربما في مجال الاحاديث القدسيه كانت هناك يعني كثير من الكتب ربما تحتاج الى تحقيق. فجمعنا فريق عمل لمده 3 سنوات تقريبا على راس 3 من اكبر علماء الحديث في مصر، استاذ الدكتور احمد عمر هاشم، دكتور مصطفى ابو عماره، دكتور جاد الرب عميد كليه الدراسات الاسلاميه، مع نخبه واسعه لمده لا تقل عن 3 سنوات حتى استخرجوا الاحاديث القدسيه من الكتب الستة، وقمنا بعمليه اختيار وانتقاء وشرح وتحليل. هذه المجموعات بالكامل نحن يعني ليس كلاما، جزء كبير منها تم ترجمته. اجمالي الكتب اللي ترجمناها خلال السنوات الست الماضية زاد على 100 كتاب مترجم، وبعضها بيترجم بنفس السلسلة. وهناك ايضا رؤية للنشر، ولاحظنا ان في ادب الاطفال او كتابات الاطفال معظم ما كتب في الفترات الماضية اما كتبته جماعات معينة مؤدلجة لتوجه به الاطفال فاهتمت بالطفل، او حتى من كتبوا لم يكن لديهم الخبرة التربوية الكافية فركزوا فقط، وهذا جيد، لكن هم خدوا جانب واحد حياة الصحابة والتابعين، ومعظمها كتب تعليم الصلاة وكتب تعليم الوضوء، فانت بتخاطب شريحة معينة من الاطفال. لكننا نوعنا على 3 مسارات. هناك المسار فكرة في كتاب تلخيص هذه الكتب بصورة مبسطة للأطفال، هناك أيضا فن الكوميكس اللي هي الرسوم والأشكال، وهناك أيضا الأهم الخيال العلمي. هناك كتاب ممكن نوفره أيضا لحضراتكم، وأنا حقيقي أنا يعني سعدت وأنا بقرأ هذا الكتاب أكثر من الأطفال، لأن الكتاب اسمه فيه 3 كتب: الحقيقة والخيال، بين الخيال والحقيقة، الحقائق التي يعني أشبه بالخيالات، أو الخيال اللي تحول لحقيقة، من تنبأوا مثلا بصنع الطيارة أو بالمركبة الفضائية ثم صنعت، لكن كان أحدث إصدار أغرب من الخيال، حقائق واقعية في الكون لو حكيت لك لا يمكن أن تصدقها. مثل في مثل لك كده حتى العناوين: شلالات الدم أين توجد، حدث حقيقي عالمي، رجل يعيش على جزيرة واحدة، حد كده على 6 أشهر لوحده على جزيرة ثم عاش. فبدأنا بهذا الأدب اللي هو يغذي عقل الطفل. احنا حقيقة لدينا استعداد، دكتور عبد الله بيتواصل، احنا بالفعل في بعض الكتب دي بعضها ما تم بيعه في عام 1 داخل مصر، في كتاب اسمه فهم يجب ان تصحح في مواجهة التطرف، ما تم بيعه زاد في عام 1 عن 600,000 نسخة. هذه المجموعات بعض هذا العام، لان الناس برضو جاء احباط لبعض العلماء في مجال، يقول لك الناس يقرؤون ومحدش بيشتري كتب ومحدش. كتاب الادب مع سيدنا رسول الله في اول طبيعته في خلال 3 أشهر حقق مبيعات تزيد عن 60,000 نسخة داخل مصر فقط في 3 أشهر. الناس تقاء، لكن علينا ان نعرض لها عرضا ميسرا. واخترنا هذه، دي كانت المجموعة يعني الاولى من سلسلة رؤية. احنا طبعنا منها 25,000 مجموعة، وزعنا منهم حوالي 6,000 مجموعة خارج مصر على اشقائنا في معظم الدول. نحن لحضراتكم معاكم الدكتور عبد الله، سواء بدأنا في المجموعة الثانية بشكل جديد وبإخراج جديد ومنها ما هو مترجم. كنا يعني قبل احداث كورونا كنا ننشر خطبة الجمعة متلفزة بنحو 23 لغة متلفزة. هذه الكتب بعضها ترجم الى الانجليزية، بعضها الى الفرنسية. سيكون الدكتور عبد الله على مدار المؤتمر هيتواصل مع حضراتكم. نحن مستعدون ان نوفر هذه النسخ مجانا لكل من يطلب عددا منها، سواء احنا ممكن نسلمها هنا للسفارة والسفارة تسلمها. انا رحت بعض الدول الغربية فعشان نطمئنهم، واحنا نؤكد لهم ان احنا الدين للدين، احنا حريصين هتقرأ هذا الكلام، اني لا يوظف باي شكل من الاشكال سياسيا. فانا كنت معزول احد الاصدقاء فكنت اقول له خد هذه الكتب وعرضها على الاجهزة الامنية عندكم، وبعد ما ترجعها الاجهزة الامنية بوضوح قل لي اللي انت يناسبك منها ايه. حتى عندما كنا نتعامل مع السفارات نرسل لهم نسخة هدية يقرؤونها ثم يخبروننا بالنسخ التي يحتاجونها، حتى يكون الانسان مطمئنا لما يقدمه للناس. لكن انا بالفعل
يعني نسأل الله عز وجل ان كل الله والدكتور عبد الله ينسق مع حضراتكم. اما فيما يتصل ببرامج التدريب سواء بعداد الدورات ام بالتدريب المشترك ام القافلة الدعوية نحن مستعدون، وكنا مع معالي وزير الاوقاف السوداني خاصة اخواننا في الدول الجوار الافريقي غدا باذن الله، وده اللي بختم بيه ان شاء الله. هتشوفوا الاكاديمية ومقر الإقامة اللي احنا بنستقبل فيه الطلاب، احنا بنحاول نجهز حاجة تليق بأهل العلم، حاجة يعني دايما للأسف الشديد كان في ناس لما تعمل العمل الإسلامي يقول لك يعني حد طيب حاجة عمل كأن العمل الخير ده يبقى أي شيء، لا، إذا يعني العمل عنوان صاحبه، إذا عملت عملا فأتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. غدا إن شاء الله يكون في زيارة في جلسة في الأكاديمية، وبيسعدنا استقبال اي عدد من اي دولة من اشقائنا للتدريب او ارسال مدربين الى الدولة، لكن احنا بنفضل لما بنستقبل عدد، لان احنا فقط مش فقط بيكون تدريب مكتبي. احنا يمكن لما كنا مع معالي وزير الاوقاف السوداني استحضنا الوفد الى عدد من الرحلات سواء الى مجمع الاديان زي ما اشار احد الزملاء، الى مكتبة الاسكندرية بحيث برضو يشوف كصاح ثقافي عالمي، فهو برضو بيطلع على ثقافة متعددة. بعتذر ان انا اطلت على حضراتكم، لكن حبيت اقول للشيخ عبد الله والاخونا الهادي ولكل الزملاء اهلا بكم، ونحن مستعدون لمواصلة التواصل فيما هو قائم. وطبعا بالنسبة لجنوب السودان ده امتداد لنا في مصر والسودان، اهلا بمجموعة بكرة تشوف الاكاديمية، واحنا جاهزين هنعمل دورة بعد العيد مع اشقائنا في السودان للوعظات، لو حبيتوا يبقى معهم مجموعة اهلا وسهلا. وشكرا سيادة النائب علي بيه والمنصة، وسامحونا باذن الله ان شاء الله غدا باذن الله تعالى ان شاء الله الاخوة الضيوف المقيمون نرجو ان الساعة 9 يعني من احب بس يعرفنا نكون في غرفة الاستقبال، هنتحرك واحنا فضلنا مجموعة نتحرك ببساطة يعني ان شاء الله تليق بكم فخمة كده وكويسة بنتحرك بها كل عام عشان الموكب طويل، فبدل ما يبقى فيه 100 عربية ماشيين ورا بعض نبقى كلنا مع بعضنا. هناخد زيارة الى الاهرامات، بيستقبلنا حد من الزملاء في وزارة السياحة. احنا كنا كل سنة بنعمل مجموعة جولات متعددة لاماكن متعددة، لكن احنا اخترنا الاهرامات باعتبار ده مكان مفتوح مش مغلق في الهواء الطلق بحيث ما يكون هناك اي مشكلة من التجمعات. احنا جبنا اتوبيسات بزيادة بحيث يبقى كل واحد على مقعد يعني ما يكون ايضا فيه عدد كبير، فيكون في جولة سريعة في الاهرامات في الهواء المفتوح في الطرق، ثم ان شاء الله سنعقد الجلسة في الاكاديمية الساعة 12 للساعة 1، وايضا بندعوكم كل الحاضرين على غداء في داخل الاكاديمية، لان احنا ايضا هذه الاكاديمية مجهزة بجوار سيارات يسع 1000 سيارة وبمطعم ممكن يعني يسع اطعام 500 مقيم في ساعة واحدة، وهناك تعاقد مع شركة نظافة، شركة النظافة هي من الشركات المملوكة للأوقاف، وهناك شركة أمن هي من الشركات المملوكة للأوقاف، ومعظم المقاعد الموجودة والأساس هو من إحدى الشركات المصنعة بالأوقاف، لكننا متعاقدون في الإطعام مع إحدى الشركات المتخصصة في وزارة الداخلية وهم محترفون في ذلك ولديهم شركات، بحيث إن الدارس يكون يدخل يعني حتى اذا دخل المطعم اخذ الوجبة وما يشيل لا ينتزع الصينية من مكانها، هناك من ياخذها هناك طبعا موصلة بالانترنت وبكل الوسائل وبمعمل كمبيوتر بحيث فترة الاقامة ما لا يحتاج ان يخرج خارج الاكاديمية. بنشكركم جميعا وبنتمنى لكم كل التوفيق.